واحد بيقول إذا كان لا توجد في السماء معوقات للروح، أي لا توجد إمكانية للأرواح أنها تخطئ، فلماذا أخطأ الشيطان قبل السقوط فهو روح وكانت له رغبة في الخطية أن يصير مثل الله أو إمكانية؟ بالنسبة للشيطان دي الحياة الأولى، يعني مش إمكانية للتوبة بعد الموت، هو بعد الموت بالنسبة له اللي هو موت الثاني مش هتبقى ليه إمكانية للتوبة. فكانت فيه فرصة في الأول، لما فقد الفرصة انتهت. يعني الشيطان لم يعطى فرصة أخرى للتوبة بعد فترة الاختبار. هو الملائكة أخذوا فترة اختبار، اللي نجح فيهم كللوا بأكاليل البر وما فيش فرصة أن يسقطوا، والذين سقطوا في فترة الاختبار من هؤلاء الملائكة أصبحت لا فرصة لهم للتوبة مرة أخرى. لكن دي ما تنطبقش على البشر أنهم